يسعد لي مساكم اصدقائي، ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون تفتيح بكاجات فيكتوريا العزباء. اللبس اللي فيها بتجنن، وسكن السيارة واو عن جد كتير حلو. يا رب يطلع لي اللبسة وسكن السيارة. بس انا من امبارح ما نمت وانا عم فكر يلا شلون بدي اجيب اللبسة والسيارة. وبعد السهر والتفكير وجدت الحل. انا عبيت 10,000 شدة اللي هنن 100 صندوق. اذا فتحت انا هالمئة صندوق بجوز يكون ما عندي حظ. فالخطة كالتالي اللي هي ترن ترن، رح اخلي الكلب يفتح البكاجات لاني انا ما عندي حظ، بلكي هو عنده حظ اكتر مني. يلا خلونا نبلش. طبعا البكاجات موجودين بالكلاسيك، حاطين عليهم تشانس. كل واحد يكتب لي اذا فتح البكاجات شو طلع له بقلب هدول البكاجات. يلا خلونا نفتح اول 10 سندي. هات ايدك، هات ايدك حمو، لك هات ايدك لا تعضني. لك لا باينر. ايوه شوف، تفرج معي تفرج معي. والله كان سورية كان شو اسمه الخوذة، بس عندي اياها، بس حلوة يعني من اول ضربة اجا سكن حلو يعني. يلا 10 ضربات تانيين. يلا يلا بينر بينر، يلا بينر. بسم الله. سكن سكار، اجا سكن سكار فقط. يا رب يطلع شي حلو هالمرة. لا لا خلص اسفين. لبسة لبسة تانية، بس مش اللبسة اللي بدي اياها انا. اذا اوه حلية اللورد العصري، حلية حلوة طلعت لي الحلية. عم بيجوا لبسات بس مش اللبسة اللي بدي اياها، وهدول اللبسات انا عندي اياهم. خلينا نفتح 10 تانيين. يلا بينر بينر، من هون هون طلع هون. تمام يلا هون هون طلع هون طلع. لك لا تعض. قلنا بلكي بيكون حظ الكلب احسن من حظي. ما طلع شي سيرفر. 10 التانيين يلا بينر. واو عن جد هي الخوذة بتجنن، خوذة رجل النهار. او ماي جاد اسطورية. ها طلع عندك حظ حظ يا عكروت. يلا 10 ثانية. ما بحبش هلا، بدي اعطي تخطي، لازم اعطي تخطي. هاي عندي اياها سكين قهوة. انت لا ماني مصدقة، اجت الشنتاي وحياة الله. او ماي جاد كتير حلوة. لا عن جد حلو. يلا يلا بعدين بلكي تجينا اللبسة. يلا بدي لبسة بدي لبسة بليز. يا رب تجينا اللبسة والسيارة سكن السيارة. يلا بينر بينر بينر. انت هالمرة شوف، انت شوف، انا ما رح اشوف. انا عم بسمع شو اسمه الاسطوريين على الفاضي. عم بسمع الاسطوريين. يا بينر يلا يلا شنطة كمان. ما طلعت لي اللبسة، بليز بدي اللبسة. الله يوفقكم. عم بيجيني حذاء وعم بيجيني لبسات انا عندي اياهم اساسا من قبل. انا بدي لبس اللبسة الجديدة وسكن السيارة. هلا الشنطة اوكي طلعت لي الشنطة، بس بدي اللبسة وسكن السيارة يعني بليز. الله يوفقكم، رح يخلصوا الشنطات وما طلعوا لي. بينر
عوي بلكي بتطلع لي لبسه. يلا عوي. ايه عوي. اوه خلصوا الشدات، لازم افتح صندوق صندوق. تمام رح افتح صندوق صندوق. ضل عنا 680 شدة. لك ايه عالفاضي. هاي اول صندوق، ثاني صندوق. يلا فقلوني بالخير. اخر 10 صناديق. يلا اقل من 10 كم. لا 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 خلص خلص، لا تروح لا تروح لا تروح لا تروح. تعالي يا ابن الحلال بدك تطلع لنا لبسه. سيرفر كله عم يجيني سيرفرات. قوم روح، حظك اضرب من حظي. قوم 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 يفضح عينك. روح بلكي بتطلع لي. روح حظه اضرب من حظي، حظه اضرب من حظي. ما طلعت مثل ما نكون شايفين، خلصوا الشدات وما طلعت لي اللبسه وسكن السياره اللي انا بدي اياه هون. شايفين الهليكوبتر اللي نزلت جديد اللي ورا؟ نعم إنه صراع الجبابرة الأخير. بس قبل ما أضغط على الهليكوبتر وننزل على صراع الجبابرة، لا تنسوا التعاون اللي صار بين بوبجي موبايل وكي اف سي، لأنه ما بقي شيء للحدث ليخلص. لا تنسوا تستخدموا الكود الخاص فيكم بمصر ودول الخليج. لحتى تعرفوا أكتر رح أحط لكم الرابط تحت بصندوق الوصف. وهلا ليتس جو على صراع الجبابرة. يلا خلينا نبلش. اوه وين احنا؟ Attention to all passengers, we are about to arrive at our destination. We thank the Inhuman Labs and adventurers for providing us intel about this area. Fingers crossed we can track down Godzilla and complete the mission. شوفي شو عم بيصير. Hold on, the energy detection device is responding. مهلا جهاز كشف الطاقة. شوفوا جهاز كشف الطاقة. And sooner than we expected. Eyes at 1 o'clock. A large energy source has been detected. Prepare to observe. Oh, في وحش. والله في وحش. Wait. Look ahead. Something is wrong. هيك الهليكوبتر يا الله. The carrier is under attack. عم بفجر السفينات. Oh god. ايه شو بدنا نسوي؟ جهاز الانذار هناك الى اليمين. شوفوا في اليمين. وين نشوف؟ هيك الوحش دمر السفينة على اليمين. Emergency safety measures have been activated. الركاب تم تفعيل. Report to your stations. I repeat. حالات الطوارئ. Oh my god. إجا جنبي يا أمي. والله بيخوف. يفتح عينك. هذا ليس جودزيلا، لكن إيش هاد إذا مو جودزيلا؟ إذا أفرضت تماما هالإذن. آه لازم أروح أخذ سلاح أنا. تعال لقلك تعال. سمي لي حالك جودزيلا. أنت مو جودزيلا الأصلي. كوداي لقلك. يفضح عينه. ليكو في طيارات صغيرة كمان. عم بتحوم حواليه. ليكو ليكو على الطيارات يفضح عينه. عجبين قتلوا الطيارات. موتوا لك. دمه كتير. نستخدم هاد. عم بيقشوا لي على الطيارات، لازم اقتل الطيارات معناتها. هربوا. شوف بدي اقتلهم. هربوا. تعي لهون تعي لهون. والله فجري. عم بيعطونا علامة نقتل على العلامة مشان ينقص دمه اسرع. صار يزت هو قنابل مدري شو. ضع عينك لا اموت. ما ضل شي لدمه لحتى يخلص. لقد تعطل المحرك. ليش؟ لا دمر السفينة. طيارة لا.
يا الله دمر السفينة. طيب نحن شو بده يصير فينا؟ اجتنا هليكوبتر. تمام، المروحية في موقعها. يلا خلينا المكان، خلينا المكان. Is everyone okay? Hold on to your seats. We're still not out of the woods yet. افتح عينه ما اكبره. عم بيطلع علينا. What? Wait. Is it gonna fire a beam? يطلع إشعاع علينا، شعاع. مين هذا؟ جودزيلا. اجى جودزيلا. يلا جودزيلا، اقتله اقتله. راح يتصارع هو والجودزيلا بظن. وهذا كونغ. اوه دخيل ربك يا كونغ، اقضي عليه. هيك صاروا كلهم. انقذ جودزيلا وكونغ حياتنا. او ماي جاد، نحن مدينون لكم بالشكر. لازم نساعده. يفضع عيننا هدول الطيارات الصغيرة مثل الدبان. لك روح من هون، روح من هون. وليك ليكو جودزيلا شو عم بيساوي؟ مش جودزيلا، كونغ. عم بيزيد شعاع على كونغ. يا الله بدك موت موت. بدك طلعت عليه وما عم بيموت. بدك حتى نحن ضده. ألا ينبغي أن تبقى قريبا؟ صرنا قريبين. عم بيزيد شغلات لا يجوا علينا. عم بيزيد طلقات. دمرت المركبة. لا مركبتنا، شو رح يصير فينا؟ بتنا نحن؟ لا بليز. تقنية هذه الطائرة فريدة من نوعها. ها اتس اوكي، تقنية فريدة من نوعها، يعني ما متنا نحن. بس خليني اخلص من هدول الحشرات الصغار. يفضع عينهم الطيارات الصغار مثل الدبان. لا وبيجوا بيقوصوا علينا كمان. موت انت، موت موت. وين صرت؟ موت استشوف. هاي جودزيلا، هاد الجودزيلا الآلي. انقذوا كونغ مجددا. شوفوا كونغ. هيك جودزيلا عم بيحاربوا. يا الله لا، بس ما الجودزيلا. لا جودزيلا يلا دخيل ربك، اقتله اقتله اقتله. هي انا عم بساعدك كمان. ايه يلا يلا جودزيلا، يلا يلا اقتله اقتله اقتله. الشعاعين نفس الشيء، بس هذا شعاعه احمر والجودزيلا شعاعه ازرق. هيك غلبه، غلبه الجودزيلا. رح يقتله. يلا برافو. عم بيقولوا لي انه صوب على راسه، اقتله على راسه. بس عم بيعطوها سلو موشن. كانه مات. اصيب الهدف، تم اضعاف الجودزيلا الالي. او ماي جاد، اجى كونغ. يلا يا كونغ اقضي عليه، حان دورك الان. هيا. لا والله كنت مفكرتك اقوى من هيك. ليش جودزيلا؟ يلا روح انت بداله. يلا افتح عينك انت اذا بتموت. اوه زت رصاص. اسمع، اوه انصاب الجودزيلا. لا لا هيك على الضربة اللي عطاها اياها للجودزيلا. عم بيخنقوا. كونغ اين انت؟ تعال انقذ الجودزيلا يا كونغ. وها هو كونغ اتي. لك روح من هون. يلا يا جودزيلا ساعد كونغ. اوه قطع له ايده. اوه فاز كونغ وجودزيلا. والله برافو. لقد انتهت المباراة بفوز كونغ وجودزيلا. عن جد المود كتير حلو، تحسه واقعي يا جماعة. والله واقعي. أنا وقت المغادرة كانت العملية المهمة سهلة. إيه سهلة سهلة. Sacrificing the ship. What a loss.
اوه عن جد شي حلو كتير كتير. 10 دقايق وما حسيت بالوقت، يا الله قد ما حلوة ما حسيت بالوقت. حتى وانت عم تلعب باللعبة بيعطوك نقاط، وهالنقاط فيهم هدايا، وعن جد شي حلو. الكل يروح يجرب هذا الحدث صراع الجبابرة الأخير ويكتب لي تحت رأيه بالتعليقات. لهون بيكون انتهى الفيديو، أنا بحبكم كتير كتير، سلام.